هاي بنات، اهلا بكم بفيديو جديد على قناتي. اشتقت لكم كثير كثير كثير. اليوم جات لكم بفيديو جديد رح يكون كثير منوع، كثير فيه شغلات حلوه. والله اشتقت لقناتي كثير وبعرف مصر معكم، ما رح اقعد برر مثل كل مره، خلاص انتم فهمانين الوضع. اذا حابين تتابعوني اكثر روحوا على سناب شات، اعملوا عليكم هناك بتشوفوني اكثر. اول شيء اعطوني رايكم ببلوزتي اليوم، للصراحه كثير حبيتها، شوفوا قديش موديلها هيك كيوت. المهم امبارح كنت عم بحضر هديه لمساعدتي بالبيت، للصراحه حبيت اهديها هديه هيك بدون مناسبه لانه كثير عم تتعب معنا بالبيت. تعالوا ورجيكم اياها، حضرت لها هديه كثير كيوت رح يطير عقلها فيها. اوكي شوفوا، اول شيء اشتريت هي علبه الهدايا وحطيت فيها هدول الاشياء يلي هن عبارة عن مج زائد بيجاما زائد هون في عنا كارديجان وزائد هاي الشنطة. هاي شنطة هيك على الايد كبيرة شوي، بس كتير اغراض، بس الحلو انه قدرت لاقيهم كلهم هيك بنفس النقشة ولبقت معهم هيك هذا قوس الشعر هيك باللون الاحمر، وحطت لها هون شوية ماسكات. هدول جبتهم معي بوقتها من المانيا، فانا بقول اكيد رح تعجبها لانه هدية كتير بناتية. اما الناس يلي ما بتعرف، لانه يمكن على قناتي ما شاركتكم هذا الموضوع من قبل، بس على القناة العائلية، من فترة صار عندي مساعدة بالبيت ويعني كتير انا وهي منسجمين مع بعض، وللصراحة يعني انا جربت كذا وحدة قبل لبين ما انه خلاص استقريت انه هي هي. الموضوع كتير صعب، فيه ايجابيات فيه سلبيات، بس لبين ما تلاقوا حدا اللي يزبط على عقلكم على مخكم يكون نظايفي، اهم شيء عندي يكون نظايفي، فلما لقيتها والله ما بفرط فيها يعني. فلذلك حبيت انه فاجئها اليوم بهي الهدية. بس الفكرة وين؟ انه اليوم هي عندها عطلة، هي كل اسبوع عندها يوم اجازة، فبتطلع مع رفقاتها هيك يعني، فبس ترجع اليوم بالليل رح نفاجئها فيها. وانا بهالوقت كمان طالعه مع عيلتي اليوم، رح اليوم ويك اند يعني، فعم جرب هاي كده. وقبل ما نكمل الفيديو مع بعض، فاصل اعلاني سريع رح ورجيكم اختياراتي لهذا الشهر من موقع موت، موقعي المفضل. اول شيء هاي القطعه يلي بتجنن يلي لابستها هلا كمان من عندهم، من كتر ما حبيتها سويت اللمبديره تبعيتي باللون الاحمر. المشكله ما مبين على الكاميرا، مبينه بيضه، بس والله انا عملت الضوء احمر مشان يتناسب مع الفستان لانه بجنن. ثاني يا جماعه مستحيل قد ايه حلو كتكوت وناعم وبيحلي الجسم على فكره كثير، وانا غرمت فيه. واللون هذا الاحمر من الالوان اللي انا ما كثير بلبسها، بس للصراحه فتره صايره احب اللون الاحمر، وحطيت هون دبوس لانه هو بيجي موديله هيك مفتوح لهون يعني، فانتوا فيكم تتحكموا اذا بدكم تسكروه. والكمر بيجي من نفس قماشه الفستان. موقع موت صار غني عن التعريف، خلص صار حكيت عنه كثير. هو موقع متخصص بالملابس الشيك والانيقه، واضح اصلا واضح من شياكه الفستان. هاي الطلبيه انا طلبت اشياء شتويه مثل جواكيت وهيك زائد فساتين، وما بعرف ليش ركزت على اللون الاحمر، يمكن لانه هلا اجواء كريسمس وشتا وهيك، فبحس اللون الاحمر لون شتوي. فكمان طلبت فستان ثاني باللون الاحمر، تعالوا نجربه بعد ننتقل على باقي القطع. انتقلنا على الفستان اللي بعده. هاد يا جماعه حسيت غير هداك، غير جو هاد بناتي اكثر، هداك اللي قبله لا شيك اكثر. الفستان اللي بعده هو هذا الفستان اللي هيك مورد، بس كتير كمان شكله مميز. للصراحة هذا الفستان وقت طلبته كنت خايفة ما يطلع حلو على الواقع، فوالله على الواقع طلع أحلى من الصورة. يمكن عن جد هذا الموقع الوحيد يلي بطلب منه شغلة وبتطلع على الواقع أحلى من الصورة. حبلش ورجيكم اختياراتي من الجواكيت، بدي ورجيكم هذا الجاكيت الفرو يلي كتير كتير ناعم وموديله جديد. يعني بالعاده جواكيت الفرو بتكون كلها لون واحد، بس هاد لا، هذا هيك ابيض مع اسود وما بعرف كثير موديله حلو. اوكي هلا سكرته كله حتى ورجيكم كيف وقت منسكره ما ببين ابدا الازرار تبعه، يعني هو مو ازرار مثل قفل يعني، وبدفي بدفي، ما بتتخيلوا قد ايه بدفي. صار لازمها سفره على شي بلد فيه شتا لحتى نلبس هاي الاشياء.
متأكدة هلا بس بورجيكم اياها. الكل رح يسألني عنها. اعطوني رأيكم بعد ما نسقته بهي الطريقة، طلع هيك سبورشي. اوكي هلا بنجي على هي البلوزة، يمكن احلى قطعة بالطلبية لانه هي بلوزة بتنلبس على كل شيء، يعني بلوزة بيسك بلون الاوف وايت، مو ابيض، اوف وايت، بس الموديل تبعها كله هون هون هيك عندها مثل وردات، فكتير عاطين موديل فخم، وانا متاكده بس البسها بعد كم يوم رح تسالوني كلكم من وين هي، من وين جبتيها، اعطينا الرابط. فاحتفظوا بالروابط هلا وعملوا لهم سيف منشان ما يروحوا عليكم. وكمان جايبت لكم كود خصم رح يطلع هون على الشاشه، بيخصم لكم 15%. هلا رح اجرب معكم هذا الجاكيت، هو بيجي مخمل، بس هلا كتير ترند هذا المخمل هيك اللي بتحسوه منجد. كمان لحتى يعطيه تقل اكتر حاطين بقلبه مثل ستراس. رحبوا معي باحلى جاكيت مخمل لهالسنة جماعة، اللبس طلع كتير كتير احلى من ما تخيلت. وطبعا مثل ما قلت لكم البس تحته هاي البلوزة اللي بتلبق على كل شيء يعني. القطعة اللي بعدها اخترت لكم هذا البلايزر لحتى نختبره على الواقع اذا حلو او لا. فكالعادة اجت قماشته بتجنن، كتير كتير قماشته حلوة، هيك نقشة غريبة، بالعادة البلايزرات ما بيكون لهم رسمة مثل البلوزات، فهذا الشيء عاطيه موديل مميز. فيكم تلبسوا معه شنطة باللون الوردي او هذا اللون الاخضر. جينا على هذا الجاكيت الجلد يلي من جوا بدفي 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 بدفي. اذا انتم باوروبا او هولندا لازم تطلبوه، لانه في بعض الجواكيت خريفيه ربيعيه لا، بس هذا الشتوي يلبق مع اي اوتفيت انتم لابسينه. ولسه الاحلى والاحلى تلبسوه مع اوتفيت كامل بيض. انا قست لكم اياه هلا هيك على السريع مع الجينز، وبس تفتحوه بصير هيك الموديل. تعالوا ورجيكم كيف من جوا بالكامل فرو. واو انا مصدومه قد ايه موقع مدفع عن جد عم يتطور، والسايره الملابس تبعه لسه افخم من السوق. لحظه بس كنت بدي اورجيكم اياه عن قرب كيف من جوا بالكامل فرو، وهيك فرو تقيل. لو كنت بهولندا يمكن كنت هلا علقت عليه وما لبست غيره. وهلا جينا على افخم واكيد كارديجان رح تشوفوه بحياتكم. اولا بسبب اللون، اللون هاد الوردي بجنن كثير كثير حلو. مدخلين لون السيلفر، للصراحه انا حاسه مبلشه ترجع موضه السيلفر، قبل كان كل شيء ملابس واكسسوارات ذهبي ذهبي ذهبي، هلا لا صايرين عم يستخدموا بالبراندات اللون السيلفر. وهون الياقه كمان هذا مو تطريز، لا هذا كله عم يلمع هيك كله ستراسات كبيره يعني. وما بعرف الصراحه بهي الطلبيه، بكل طلبيه بيكون في عندي قطعه مفضله، هالطلبيه ما بعرف كلهم حلوين كلهم، فحاليا حاسه هي قطعتي المفضله لانه لونها بجنن. اعطوني رايكم كم بتقيموه من 10، وشو هي اكثر قطعه حبيتوها من الطلبيه. Look, there's a bruise right here. One or a few on there. واخر قطعه معنا لليوم هي هاد القميص، ما رح جربه لانه يعني مبين قديش حلو. وهون هيك له مثل الموديل على الجيب، هلا ما رح اقيسه، بتعرفوا ليش؟ لانيتي مغرمه بهذا الكارديجان، ماني مشتيه اشلحه. وبهالمناسبه كالعاده مثل ما كل مره بعودتكم جايبت لكم كود خصم من موقع مودف، رح يطلع هون على الشاشه، احتفظوا فيه لانه اكواد الخصم صايره نادره. موقع مودف وين فيكم تلاقوه يا حذركم؟ بتلاقوه بموقع شي ان، او كمان عندهم الويب سايت الخاص فيهم. اما الناس اللي ما بتعرف تبحث عنهم فيكم تروحوا بس تفتحوا تطبيق شي ان وتكتبوا بالبحث كلمه مودف، فبتطلع لكم كل القطع تبعيتهم، ومن اللوجو تبعها اكيد صرتوا تعرفوا انه فيكم تميزوها. وشكرا موقع مودف، بحبكم كثير كثير لانكم دائما جزء من فيديوهاتي وملابسكم بتجنن، بحبهم كثير كثير عن جد. ويلا نكمل الفيديو مع بعض. اوكي يا جماعه السوق، جينا على مكان هو بلسته الاماكن السياحيه اللي لازم تجولها لما تجوا دبي، بس نحن كل مره بننساه يعني، فاليوم قررنا نجيب الاولاد يعني ينبسطوا فيه. يلا تعي روحي على الالعاب. يلا بابا شوف هذا ايش اسمه؟ شوف هذا ايش اسمها؟ ايه ونحن يا جماعه بحديقه اسمها جاردن جلو، جاردن جلو دبي، جاردن جلو دبي، جاردن جلو. هي لازم تجولها بس بالليل بالعتمه لانه كثير كثير يعني فيها اضاءات واشياء حلوه، بس من ضمنها في بقلبها حديقه ديناصورات. هلا عم نشوف حديقه الديناصورات مثل ما كلكم شايفين،
وبعدها رح نروح على الحديقة اللي كلها إضاءات وهيك لأنه هذيك أحلى بالليل يعني. فميلا وين لان كيفين؟ هيك وشو؟ هذاك شو عم يعمل؟ في دو بياكلنا. اوه والله شوف رقبته ما بتخلص. واو طلع علينا. طلع علينا. اوكي بتعرفوا من حظ جاكلين انه تأجلت الهدية لتاني يوم لانه اليوم وصلني كتير ميك اب. قررت حط لها شوي من الاشياء الميك اب اللي وصلتني اليوم. رح حط لها فاونديشن وهاد مثل بلاش، هذا تينت كونتور، وهدول ايلاينر ليبستيك وكونسيلر. ومع انه للصراحة بتوقع هي ما كتير تستخدم ميك اب، بس هي بس بالويك اند بتطلع مع رفقاتها اكيد بتشتهي تستخدم اي بنت يعني. او في شغلة نسيت لكم اياها انه البيجامة للأسف للأسف خربطولي بالمقاس. انا كنت طالبة مقاسها هي مو اس، بعتيلي اس. هاي البيجامة انا فتحتها فحسيت موديلها فلو عريضة، فممكن تجي. اذا ما اجت رح بدلها اياها. هلا صار وقت نفاجئ مساعدتي بالهدية. اوكي جاكلين كم. اول شيء رح نسألها جاكلين شو احلى هدية اجتها بحياتها. بلكي بتجيبي لها احلى يعني بالمستقبل. لا يعني لنشوف يعني. طيب. كفضول. I want to ask you what was the most beautiful gift you got before? Clothes madam. You like clothes? Yes I like clothes. اوكي. هي بتقول انه بتحب الملابس كثير. Okay, so this gift is for you. For me? Yes. Thank you so much, madam. You are welcome. Thank you. Yeah, for hard work and for helping us in the house. أنا عم بشتغل كتير بتساعدنا بالبيت. فحبيت أهديكي هاي الهدية. إن شاء الله تعجبك. You have to open it now and I want to see your reaction. Okay. Wow, thank you so much, madam. You like it? I appreciate that all, madam. Also, sir, open it, thank you open so it. It's okay. Makeup. This is mask. Wrong size. If it's small, we can return it and bring the bigger one. Maybe not small. Maybe you try. If it's small, we return it. The cardigan. Same theme. All cherries. All cherries. This is a bag. Thank you so much for that one. You like? Yes. Appreciate all. Also, sir, thank you, sir. مشان تكون أسئلة نسألها لجاكلين كتبوا لي بالتعليقات منشان نعمل فيديو معها. ونسألها أسئلة إذا حابين تتعرفوا عليها أكثر. هي خجولة على الكاميرا جدا. هي كتير خجولة ويعني أنا بستوعب هذا الشيء. أي حدا بيطلع أول مرة على الكاميرا بيكون خجلان يعني. I hope you enjoy it and if the size is wrong or something tell me. You try everything. واليوم غير يوم يا جماعة مثل ما شايفين عتمت الدنيا وناوية هلأ أسوي أكلة حلو. بس قبل ما نبلش رح أورجيكم شوية مشتريات. مبارح كنت بالسوق جبتهم وبعرفكم متابعاتي بتحبوا مشتريات المنزل فقلت لازم شارككم معكم. أول شيء كانوا بالمحل منزلين أشياء هيك لها علاقة بثيم الشتاء والكريسماس. لقيت طقم مصحون أو ماي جاد استهيت جيبه كله. بس بعدين قلت لا بلا ما أتهور وجبت بس الأشياء اللي بستخدمها واللي هو هاد. هيك بيجي شكله، بيجي هيك مموج من فوق واللون هاد لون البرغندي اللي هلا موضه حتى باللبس صاروا يعملوه بالصحون كمان. اخذت هذا المقاس لانه هذا المقاس انا بعمل فيه اللازانيا البشاميل ست بيطلع كثير حلو قدام الضيوف حتى شكل التقديم بيطلع بجنن. اما الشكل الثاني يعني مثل ما قلت لكم كيف مشتيه اخذ كل الطقم بعدين بس اخذت قطعتين. الشكل الثاني كمان بستخدمه كثير واللي هو قالب الكيك. هذا بنعمل فيه الخبز والكيك وهيك. شوفوا لي قديش حلو يعني مستحيل تقاوموا ما تاخذوه. كان في كثير اشكال فلانه بصراحه متحمسه وكثير حابه الصحن قررت فورا دشنه واعمل كيكه. فاحطه هون هلا بعد شوي رح نعمل كيكه بتشهي مع بعض. كيكه الليمون والبلو بيري اللي ما جربها لازم يجربها. اخذت هدول كمان تبعون المطبخ كثير كثير حسيت رسمتها حلوه وما بعرف حلوه حتى للديكور. هون اخذت هدول القطعتين وحده للزيت وحده للخل شكلهم حلو كديكور وكمان بيضلوا بين ايدي بيلزموني. وهون جبت شيء لي فتره عم بدور عليه. متابعاتي بالستاب بيعرفوا كل القصه عن جد لي فتره منيحه عم بدور على قطرميز من شان كبسولات القهوه. نفس الفكره اللي كنت عاملتها ببيتي بهولندا كانت كثير مريحه وحلوه. بس افتحها وورجيكم اياها. واو بجنن بده مسحه كانه مغبر شوي. هذا هو الشكل اللي كنت عم بدور عليه يكون هيك انه عريض بحيث اذا مديت ايدي بدي طلع الكبسوله يكون واسع يعني. فما كنت لاقي والله فتنت كثير محلات وما كنت لاقي لبين ما امبارح بالصدفه كنا طالعين من السينما وشفته يعني. فهلا حنعبي الكبسولات مع بعض وورجيكم شو قصدي يعني.
وهلا رح نسوي الكيكه يلي كل ما بعزم ضيوف لعندي وبعملها بيسالوني شو الوصفه تبعها، فقلت لازم اشاركها معكم متابعيني باليوتيوب. هي كيكه الليمون والبلو بيري. اول شيء رح نحتاج نص كاسه عصير ليمون و3 ارباع كاسه سكر، 3 ارباع كاسه زيت، نص كاسه حليب، واربع بيضات، وهون عندي فانيلا السائله والبيكنج باودر، وطبعا البلو بيري لانه هو نجم الوصفه يعني، وكاستين ونص طحين لسه ما حضرتهم، هلا رح احضرهم معكم. طيب اول شيء حنبلش باربع بيضات، وعلى فكره بدي اقول لكم شيء، فيكم تعملوا هاي الوصفه بدون بلو بيري وليمون، يعني انا هاي مكونات المعتاده لاي كيكه بعملها، الشغلات اللي بدخلها عليها هي بقى بتكون الاضافات، فاذا بدكم تلغوا الليمون والبلو بيري بيصير ترى. المهم تكونوا خبره شوي بالكيك وتشوفوا القوام تبعه اذا قوامه منيح او لا. استمع كثير لمتابعينك على اليوتيوب على كيكه التفاح اللي عملتيها من كم يوم، هذيك عالم اخر روحوا عليهم. انا بس يدخل الشتويه ببلش موسم الكيكات عندي، بصير بجرب كيكات. فمن يومين عملنا كيكة التفاح، هي كيكة خريفية يعني لازم تعملوها هلا هيك بالخريف. هذا ميكسر الكيك على فكرة انا كثير ضروري عندي للكيك، لانه هو اللي بيعطي الهواء بقلب الكيكة وبيخليها تنتفخ، فانا كل ما بضيف مكون بخفقه فيه. انا بالنسبة لي وقت بعمل كيك دوما وقت بحط البيض دوما فورا بحط وراه الفانيلا من شان تروح زنخة البيض، وكمان بحط معه السكر، يعني دوما البيض والسكر مع بعض. رح احط 3 ارباع كاسة السكر هلا، ومثل ما قلت لكم كل مكون بنضيفه بنخفق، كل مكون بنخفق. الخطوة بعدها حنضيف الزيت والحليب، يعني بحاولوا السوائل كلها تضيفوها مع بعض، تقريبا نص كاسة حليب زائد حنضيف 3 ارباع كاسة زيت، بنرجع بنخفق. على فكرة يا جماعة هاي الكيكة مشهورة أكثر شيء بالصيف لأنه كيكة حمضيات فيها ليمون، بس أنا بالنسبة إلي بعملها بكل الفصول. وهلا آخر مكون معنا رح نضيف نص كاسة عصير ليمون، وهيك بنكون خلصنا من مرحلة السوائل. على فكرة اعملوا هاي الوصفة بطريقتي والله رح تنجح معكم أي كيكة بتعملوها، أنا من قبل كنت عن جد كثير بتفشل مع الكيكات لبين ما عرفت وين الثغرات وين عم تفشل الكيكة. هلا من الشغلات الثانيه اللي رح نبهكم عليها اللي هي وقت منضيف الطحين لازم تنخلوه لحتى تنفش معكم الكيك. انا بستخدم هاي، انتم فيكم تستخدموا هاي حتى تشوفوا، فيكم تستخدموا هاي كمان. تقريبا رح احط كاستين ونص طحين، الطحين ما له معيار حسب الكيكه وحسب السوائل اللي حطيتوها بتعيروا الطحين. واخر مكون هو معلقه صغيره بيكنج باودر، كمان اذا نخلتوها احسن. كمان من اسرار نجاح الكيك هو القوام تبعه، يعني بغض النظر الوصفه قالت لكم كاستين طحين ولا كاسه طحين، انتم لازم تشوفوا القوام، لازم يصير هيك القوام، لا سميك ولا مريك، واقرب ما يمكن للسميك، عرفتوا؟ هيك بس صار هيك قوامه معناته تمام. البلو بيري عشان ما ينزل بقلب القالب لازم تخلطوه بالطحين ونغلفه فيه. بديت لكم تركت جزء من البلو بيري ما حطيته كله، هاد رح نحطه على الوجه. الحرارة بشغله بس على حرارة بين 150 ل 160، يعني على الهادي، وما بشغل مروحة للكيك انا ابدا، بدو شي 40 ل 45 دقيقة، مطول يعني مطول. وبعد ما يطلع بنريحه كمان. هدول الكبسولات رح تتساءلوا ليش محطوطين باكياس، لانه جبتهم معي من هولندا، في نكهات ما هي موجودة هون بدبي، فقلت بجيبهم معي شو خسرانة، جبت كومة كثير جبت، رح احطهم بهي العلبة. هلا رح تقولوا لي ليش ما بتجيبي هديك في مثل وحده مشهوره بتصف الكبسولات هيك جنب بعضهم وحده وحده، بصراحه ما بحبها، يعني انا بعرفها للاختراع بس ما بحبه، بتجي مثل صينيه بتنحط تحت الماكينه وفي درج بتفتحوه بتلاقوا فيه الكبسولات، بحس هي هيك شكلها احلى، يعني مثل كانه علبه فيها كانديز وفيها اشياء حلوه، الوانهم كثير حلوه، فانا بحب هيك الوانهم تظهر.
تانية مكتوب عليها فينيجر يعني للخل، بس انا للصراحة ما بستخدم الخل كتير، لذلك قررت احط فيها الزيت النباتي لانه بستخدمه اكتر للطبخ وهيك، احيانا بخلطه مع السمنة، فقررت احط الزيت النباتي هون اسهل لي للاستخدام. بيجامة جديدة كمان، مين جاب لك اياها هاي البيجامة؟ قولي ماما 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 دوما بتجيب لك تليفون بتكسر تليفون بتصير انت بسرعة هالتليفون يا جماعة هي قالت هاي مي لاباي هي قالت هاي مي لاباي وجينا بيجامتك ورجينا شو لونها بينك بينك والله حلوة بيجامتك بس بينك سامي قررت تصير تجيب لهم هالفترة بيجامات بكم لأنه بلش يبرد الطقس عم تحس برودة بالبيت حتى يعني لأن هارتشيت عليها هارتشيت لوبة وجبنا لها لبيتها كلها نفسها صح؟ ايه بس أنا عندي وقت تاني لونها بيربل وعندي كتير شهرات لها بس كمان باقي عندي وقت تاني ما بتلاقيها ايه فكنت عم قلكم انه هلا بلش هيك يبرد الطقس شوي فما عاد لابسون هاي بيجامات النصكم والصيفية هيك احسن لونك احسن صح؟ ايه هاي ماما باي يا جماعة ما بتتخيلوا ريحة الكيك كيف عبقت بالبيت والله صارت ريحة البيت كلها بلوبيري وكيك وليمون وكل الروائح الطيبة عن جد عطرت البيت المهم بعد ما شفت هالمنظر للصراحة ما تحملت ذوقها قلت لازم أعمل قهوة أول شيء وبعد أذوقها معه بحب الكيك مع القهوة يعني فرح أعمل فنجان قهوة وبعد أذوقها سوا بس بهالأثناء مساعدتي جاكلين صبيت لها ذوقها تعالوا نسألها عن رأيها Did you like the cake? Yes I like madam Yeah? Every time you cook good days Oh perfect. thank you How much you rate from 1 to 10? 10% 10? Yeah. You gave it 10? Oh. Yeah, perfect oh, Thank you so much Okay, بسطنا معناتها عجبتها الكيكة شوفوا عجبتها الكيكة كتير عم تقول كل مرة وأنا بطبخ بيعجبها الأكل كتير كتير عم قلها قديش تعطيها من 10 على 10؟ المهم الصراحة أنا لسه ما دقتها مصرة أعمل القهوة أول ندشن هي لازم نختار كبسولة اليوم نعملها رح أختار هي هي بتجي خفيفة خرج الليل يعني يلا شوفوا مين بده يذوقها معي هي بلوبري هي بلوبري ماما كمان هيك رهيبة ماما كمان هيك يلا تعي ذوقيها انت وقولي لي اذا طيبة ولا لا اوكي طيبة طيبة؟ كثير ولا شوي؟ كثير هي بتعطي الشعور هيك صيف كيكة صيفية يعني مو حمضيات فيها ليمون الأخوات الشاطرات شلون لابسين مثل بعضن شوي شوي لا لا اجي راسه راسه هلا سووا الشاور وصار وقت النوم صح؟ يلا لا فوق تختك هون وقت اللعب معك يس متذكرة لهلا وقت عملنا فيلم تحت التخت وقعدنا ناكل ونتسلى يلا شو الطحين يلا باي بيرلاتو باي اعطيني بوسي يلا ميلا دور ميلا تطلع على التخت يلا انا حبك